خطر اللعبة بيطلع الحارس المرمى هونكسي وضيع فرصة كبيرة على محمد مهرام من فريق البحرين. لعبة كانت فيها خطورة وايد انما حارس المرمى كان يقض. حلوة حلوة، جول جول جول، يا سلام، جول جول حلو للبحرين. على طول اللاعب انتم شايفينه قاعد يركض في الملعب مستانس على طول، رقم 14، رقم 14، جول حلو من كرة مرتدة. لاعب بروناي وتروح مرة ثانية مع 23 حميد سلمان إلى 13 من العراق. وهجمة جول 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 جول، يا حلوة يا سلام، كرة حلوة على طول مرتدة ويحطها اللاعب العراقي ويسجل منها الهدف الأولاني بعد مرور دقيقة واحدة. حارس المرمى كاظم شبيب. الفريق العراقي بيلعب 4-3-3، يعني 3 بالنص 3 قدام و4 بخط الظهر. الفريق بروناي انا شايفه من التشكيل ومن طريقه اللعب يلعبون 1-4-2-3، يعني احنا بنسميها بطريقتنا الخاصه بطريقه الظهير القشاش، يعني الظهير المتاخر دائما بيكون المدافع اللي هو واحد ورا صاير ورا الاربعه عشان بيلم الكرات الساقطه من خلف خط الظهر. يعني فريق بروناي بيلعب 1-4-2-3 بعكس الفريق العراقي اللي بيلعبون 4-3-3. كورنر على بروناي، تلعب جول 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 جول، يا سلام، كره حلوه، الله الله الله، كره جميله جميله مثل العسل، بيلعبها على طول اللاعب رقم 17 بتروح. خطورة على الفريق فعلا، لكن بيكون المهاجمين عددهم قليل ويتركون فرصة للمدافعين ان بياخذون كرات سهلة. كورنر على العراق، كرة ارضية مي سلمة مي حلوة، كورنرات هذه لازم ترفع، لازم تكون اوفر. كورنر واحد على العراق لحد الان وعليهم 7 فاولات وفيه 3 تسلل على بروناي، 5 فاول 2 كورنر 1 تسلل. فات من الشوط الاولاني 21 دقيقة والنتيجة 2-0 لصالح منتخب شباب العراق ضد بروناي. طبعا اعزائي المشاهدين بتختلف مباراة الشباب، كرة مع الفريق العراقي، ماشي سبع على طول، رزاق اللي ماشي على طول، حلوة، جول 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 جول، يا سلام، كرة حلوة محولها على طول رزاق حاتم، بيحولها إلى اللاعب العراقي يحيى علوان. يحيى علوان رسمية، كرة مع الفريق العراقي، 9 وعل راح يشوت على طول. حلوه حلوه، يا سلام، يا حارس مرمى بروناي على طول بيلعب كره بريله من شاته قويه من كاظم وعل كابتن فريق العراق، وفي رميه تماس للعراق، كره ملعوبه على طول لكن في رايه مرفوعه. ليش رايه مرفوعه؟ لان في اوفسايد، تسلل على فريق العراق. بالنسبه لبروناي ديانتهم اسلاميه، لغتهم الرسميه ملاوية، يعني اللي تستعمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية، وأيضا بتحكون اللغة الهندونوسية، وأيضا البعض منهم بتحكى اللغة الإنجليزية. كرة هجمة الفريق العراق، كاظم معي بس، جول 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 جول، يا سلام، كرة حلوة تمام، يا تحت كاظم معي على طول واخترق المدافعين ودش داخل الستة ياردة وبيلعب يلعبها من فوق راس حارس المرمى. ليش؟ لأنه كان حارس المرمى طالع برا، فالمفروض انه يلعبها من فوق راس علشان يخدعه ويدش داخل بالجول، انما هو تاخر فيها وايد وترك فرصه لحارس المرمى انه يعرقله ويضيع عليه فرصه ثمينه جدا. لو حاول يلعبها اوفر من فوق حارس راس المرمى كان خطره. هجمه الفريق العراق، وين تضرب من برا الشبك، تضرب من برا الشبك، لا ما هي جول، برا الشبك، كره اذا دشت من بين القائمين وتحت الارض وتعدي خط المرمى سواء بتكون بالهواء او على الارض هي بنسميها جول، لكن ما دام تضرب من برا الشبك لا. 4 صدره بيصلح الكره على طول اللاعب رقم 15 لواتي رادي، شايفين 2 من مهاجمين فريق بروناي و4 مدافع العراق. خط هجوم بروناي جدا اليوم ضعيف ومو قادر ايضا بيوصل لمنطقه جزاء الفريق العراقي. واثق رقم 13 بيلعب اوفر لكنه 16 بيطلعها بعيد، رسلي توام مدافع بروناي بتروح للعراق 15، الله مرسل 10 10 10 10 صلح نفسه 10 جول 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 جول، يا الله عليك، الله الله الله، كره
حلوه حلوه من شات الشلوت، كره ياتي محوله على طول من ناحيه اللاعب اللي هو واثق بينهم اواصر المحبه والاخوه. هجم الفريق الاخر، هجم الفريق. لا 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 يا سلام يا سلام، كره حلوه. توني بقول الكره هذه جميله لازم تدش، وفعلا قدر اللاعب العراقي اللي هو جمال علي مجهود فردي بيحط الجول الثامن. قول حلو، كرة حلوة، كرة حطها جميلة جدا اللاعب جمال علي. دفاع هجمة خطرة، قول 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 قول، فعلا لعبة خطرة. اللاعب الهندي انفرد فيها عقب ما فات من الدفاعات، وعلى طول وينفرد بحارس المرمى ويحط الهدف الاولاني لفريق الهند. بيحط الهدف الاولاني لفريق الهند بعد مرور 14 دقيقه، بيحرز الهند الهدف الاول رقم 10 لفريقه. كره خطره، كره خطره عند بدايه خط 18 يارده. صلاح علي أربعة في شوق، قول يا سلام، كرة حلوة من شات على طول من مرمى غير مباشر، بيحولها بستة بيرجعها إلى أربعة اللي بيشوتها، وهو جاي كل قوته ويحطها على يمين حارس مرمى الفريق الهندي ويسجل منها الهدف الأول بعد مرور نص ساعة. نص ساعة بيسجل اللاعب رقم أربعة مدافع اليمن حسين جلاب. كورنر لليمن، طلع اللاعب الهندي، بتروح شوت على طول حلوة نور حسين براس. يا سلام، الله الله الله، كرة حلوة جميلة 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 من اللاعب اللي هو عبد العزيز عبد الرحمن رقم 5، بيحط كرة حلوة من الكرة مرتدة من المدافعين بعد مرور 32 دقيقة. 32 دقيقة عبد العزيز عبد الرحمن بيحط الهدف الثاني. مباراة سريعة في بدايتها في أول دقيقة من الشوط الأول، طويلة قدام، تلعب إلى خبيري إلى قاسمبور إلى خبيري إيران، خبيري بيعليها، تلعب قدام بيحطها بالجول. قدام الجول بيحطها بالجول ثانية. جول 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 جول، كرة حلوة لاعبها خبيري في الشمال، رايح لاعبها على طول، لاعبها اللاعب الإيراني، اللاعب حبيب شريفي، حبيب شريفي كرة معه جناح شمال، طلعها خطرة، نحط بالراس، جول جول جول، حيدري حيدري، كرة طلعها حبيب شريفي، فاول ضرب حره غير مباشره، حسن نزري بشوت علاها قدام الجول. جول 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 جول، حلوه حلوه لاعبها اللي هو الى سبعه للاعبها، خمسه للاعبها قدام، الى عشره اللي هو عبد الله قاسم بور لعبها، خمسه حسن نزري لعبها قدام، توصل الفريق الايراني قاسم بور. ترجع مرة ثانية، أخذها خمسة حسن نزري، طولها قدام ناحية اليمين إلى حيدري، كرة مع حيدري بيصلحها في عرضنا بحيدري خطرة، بيحطها بالجول بيحطها بالجول، جول 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 جول، كرة حلوة في عرض الملعب. كرة في نص الملعب، طول جدا الفريق العراقي، كره مع التسعين على حدا بالجول، على حدا بالجول، على حدا بالجول، على حدا بالجول، حدا بالجول، جول جول، تسعة جول جول جول، كاظم وعل، كاظم وعل فعلا، وعل كاظم كاظم، كرة بيمشي فيها قدام قدام، هجمة فريق العراقي هاجم فيها بروحه، فرد فيها تسعة بروحه، كاظم وعل فوت جول، فوت فوت فوت، جول 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 جول، الله نسميه كاظم بطل، كاظم بطل، كاظم وعل، كرة بثقة قدام.
كرة إلى جمال علي، إلى حميد سليمان يلعبها رزاق حاتم. حلوة لحظة من جول، لحظة من جول، جول 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 جول. الله الله، كرة حلوة جميلة عالية من أرها حبرسوم، دبل تيك يا ورا. كرة ما انشتت لحد الآن، بيلعبها لاعب الكوري على طول، لكن اللاعب الأسمر الماليزي بيطلعها من داخل منطقة زاوية بعيد تروح ل مع كوريا. هجمة لكوريا بتروح إلى ثمانية على طول. حلوة يا سي، حلوة حلوة، كرة مرتدة على طول، لاعب الثمانية بيشوت كرة حلوة قوية جدا. 15 كيم وان مع كوريا، ومنقلة على طول من ناحية عرض الملعب إلى ناحية اليمين. 11 مع الكرة ويحاول يفوت مع الكرة، خطرة 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 بحلوة، جول جول فعلا. لاعب رقم 11 على طول بيلم كرة حلوة ويرقص المدافع الماليزي قدامه 6 يارد على طول، بيحطها في الزاوية البعيدة ويسجل منها الهدف الثاني بعد مرور 38 دقيقة من الشوط الأول. لاعب رقم 11 اسمه ريم تشانغدو بيلعب كرة حلوة ومجهود فردي قدامه 6 يارد، بيفوت من المدافع الماليزي وبيحطها في زاوية بعيدة قوية جدا ويسجل منها الإصابة الثانية لصالح كوريا بعد مرور 38 دقيقة. يحرز ريم تشانغدو الهدف الثاني.